سلام شباب، اليوم عندنا جهاز جارمن 722 XS Plus 2021. عنا اليوم بدنا نعمل settings للسونار. قبل بجمعة كنا عاملين settings للجي بي اس. عنا أول شيء هون هي الجهاز، لفتة سريعة عنه. هون favorite، هي charts، بنروح من هون على الخرائط، وهي السونار. عنا السونار بالعدسة اللي نحطها 500 واط، بيجي فيها ثلاث أفرع، في التراديشنال سبليت زوم والسبليت فريكونسي. راح نبلش بالتراديشنال. تراديشنال تعطينا على طول الأرض، الشاشة واحدة والأرض هون، بس هلا أني الأرض مش رح تبين وأني مش بالماي، العدس مش بالماي، هي مفروض العدس تكون هون. كمان بالسبليت زوم كمان بتعطينا الأرض، وهون تكون في زوم على الأرض. split frequency بيجي عنا هون 200 كيلو هرتز و50 كيلو هرتز. شايف فيك إذا تمشي الأرض؟ هلا بشرح شو هن 50 كيلو هرتز و200 كيلو هرتز. عنا أول شيء بالtraditional عطول السيتنج بيناتهم لهول ما بيفرق، يعني السيتنج بتحطها عليها بتضل عليها split zoom وبتضل على split frequency. هلا حنبلش لنقول بالسبريت فريكونسي. عنا بنفوت على المنيو، بنفوت على اللي فوق. اول شي بدنا نبلش بالجين، عنا على الهاي ناخد الجين عطول يضل تحت الخمسين. فوق الخمسين شو بصير؟ شايفين عنا هون فوق الخمسين على 90% مثلا، شايفين هون الغباشة على 100%، عطول في غباشة بالشاشة. اما بس ننزلها تحت الخمسين بتخف الغباشة كتير عن الشاشة، بيبقى بس السمك الكبير، الاركات الكبيرة عطول هون هيك. هلا انا حخليها تحت الخمسين بشوي، على 48 نقول. هاي اول سيتنج خلصنا منه. هلا هون حطيت لك على الهاي وعلى اللو، هي هون على الهاي وعلى اللو قصدها بال 50 ميجا هرتز وال 100 ميجا وال 200 ميجا هرتز. هلا انا هون خليهم نفس الشيء، او اخلي 21 عشان يبين عندكم الفرق. هلا عنا بالزوم فينا نعمل له هون زوم ونشوف شو فيه عن زوم. فيك تحطه اوتو، فيك تحطه مانوال. هلا انا مش بحاجة زوم، بس بدي اياه بحطه من هون وبعمل زوم على الشاشة، يعني هيك. ترانسميت عطول اون، عشان اذا حطينا اوف بتروح السونار. الفريكونسي هي اهم شغلة، حفوت علي هلا. هون عشان حاطين سبليت فريكونسي عم تعطينا 50 و200، بس شو الفرق بين الخمسين والميتان؟ الميتان بنحطها على طول بس نكون بين مي من متر لتسعين متر. فوق التسعين متر نقلبها على 50 كيلو هرتز. إذا ضلينا على الميتان فوق التسعين متر بصير علق على طول الجهاز، بطل يقرأ من الأرض بسرعة. فمن فضل نحط 50 كيلو هرتز. أنا هون عشان حطها في الدول فريكونسي بحطها دول. الرينج شو هو الرينج؟ رينج مثلا انا عم بتصيد على ارض لنقول 50 متر، بيجي بحطها مثلا 60 متر. يعني هيدي الارض لنقول هون على 50 حتعطيني هي لحدود 60 متر، كل شي تحت 60 متر ما بتعطيني اياه. فاني بلا ما لبك حالي ضلني حط ونزل واطلع، هحطها اوتو لحالها بتقرا الارض. اذا كانت الارض على 15 تعطيني على 20، كانت الارض على 10 بتعطيني على 15، هي لحالها بتقرا. الرينج قلنا اوتو. هلا خلصنا من الجين وخلصنا من الزوم الفريكوانسي والرينج. هلا عنا السونار سيتيو. اول شغلة عنا السكرول سبيد. شو هي السكرول سبيد؟ بنفوت عليها، عنا شايفين مثل شايفين عنا ديفولت، حطها ديفولت. شايفين كيف عم تقرا هون؟ على البطيء. هلا اذا كنا عماي بين الصفر والخمسين بفضل نحطها 7. شايفين كيف عم تقرا؟
أسرع شوي، كل ما زدناها كل ما بتسرع. إذا بتصيدوا فوق الماية 50 حرام تحطوها إلا 10، عشان بصير تقرا الأرض بسرعة، كل شي بيجي عليك تحت منك تقراه. وأنا كل الحالات بتصيدش إلا ماي فوق 50، فعلى طول بخليها 10. عنا أبيرنس، أول سيتنج فيها منفوت. عنا الكولور، عنا بلو، كلاسيك بلو، مثلا نحطها يلو. شايفين هون كيف صورة الأرض؟ أصفر. أنا ما بدي إياها، بفضل على طول ضل بلو. هلا عنا بالأيسكوب. شو هو الأيسكوب؟ الأيسكوب هذا اللي بيجي هون على جنب الشاشة، ضل تردد طالع نازل طالع نازل. لفرجيكم عليه، حطه أون. هلا هون عنا البيك هولد على طول 3 سكند، على طول نحطه. هلا بدلكن ليه. هلا متل ما شايفين هون، هلا قلتلكن هون فيش عندي أرض، بس شايفين هذا الأخضر؟ هذا طول ما في أخضر الأرض بتضل معناتها صخر، طول ما هي على صفار أرض رمل. هذا بيفرجيكم إذا الأرض صخر ولا رمل. نرجع نفوت على appearance. هلا على الإدج، الإدج نحطها أون. شو بصير عنا هون؟ لنقول هالأرض بصير يبين عنا خط أبيض فوق الأرض. هذا بس بيساعدنا إذا نشوف الأرض، بس أنا ما بستعمله فححطه أوف. البيكتشر أدفانتج شو هو؟ هو السرعة تبع الشاشة، تبع المسح الشاشة. هلا أنا شو بفضل؟ على طول بفضله 2 على 1، بضله سريع. بس طبعا هذا بنغيره حسب الأرض اللي نحن عليها. مثلا نحن من على الأرض من متر لتلاتين متر بنحط 1، فوق 30 متر لحد 50 متر نحط 2 على 1، أو لحد 90 لنقول. فوق 90 لحد 200 متر بنحط 4 على 1، فوق 200 متر حط 8 على 1. هلا إذا حطنا 8 على 1 شو بصير؟ شايفين هون فهمتور الأرض بسرعة؟ هيك صرت تقرا الأرض كتير بسرعة. هون لو في أرض ببينكن كيف عم تقرا، شايفين؟ كتير سريعة. هي هون المقصد إنه بصير تنزل تردد وبيطلع بسرعة. هحط 2 على 1، كني هلا عم تصيد على مي قليلة، فيش دي بي دروب. هلا على الكولور جين. شو هو الكولور جين؟ فوت عليها. هلا الكولور جين شو هو؟ هلا شايفين نقص 10 و10، شو هو؟ ممكن ما تعرفوش، حب رح دلكن عليه. كولور جين هو لون الارك. شو بتحبوا لون الارك؟ كل ما تكون السمكة كبيرة بيتغير لون الارك، كل ما تكون السمكة كبيرة كمان باين الارك احمر. هلا نحنا قد ما فينا فينا نفتح بالالوان ونغمق بالالوان. انا حخليها ديفولت انه احلى شيء. الديف لاين شيء مهم، شايفينه؟ مثلا طلعت قدامكم السمكة هون بس ما شفتوهاش، أركون بنقول ما بتعرفوش قد غمقوا، بتيجي بتكبس على الآية بتعطيك الغمق بالظبط. أنا هي على طول بستعملها وكتير مفيدة. نرجع نفوت على سيدنيو سونار. هلا عنا الفيش سيمبل. شو الفيش سيمبل؟ هيهم مبينين. هاي السمكة تعطيك سمكة، وحسب السمكة شو هي، أو تعطيك سمكة حمراء خضراء زرقاء حسب نوع السمكة. الأحمر معناتها سمكة كتير كبيرة، الزرقاء سمكة سريحة وهالقصص. هلا هون شايفين فرقان فوق منهم هيك، هاي بتعطينا سمكة ما قلنا مع ألوان اللي فيها عليها مثل موج. هاي بتعطينا سمكة مع موج مع الغمق اللي لها. هاي بس سمكة، بس تتعلمنا سمكة ما بتعطيك شو نوع السمكة مع الغمق اللي لها. وهي بس سمك لا بتعطيك لا كبير ولا صغير، ما ببين. فأنا عطول بفضل ضل أوف كرمال ما بحبها، بحب ضل يعطينا أركات. بس نحط أون ببين بس علامة سمكة، أنا بحبها أوف تعطينا أركات. هلأ شو هو الإيكو ستريتش؟
مثل ما قلنا الايكو ستريتش هو لعرض الارك. عنا الارك لنقول بين عليكم هيك صغير، ما عم يبين كبير، يعني هيك لنقول طالع نازل دغري. هلا انتم بتحبوا توسعوا الارك شوي، بتخلوها زائد 2. انا على طول بخليها زائد 2 عندي بالسيتنج، بيبين لي شوي صغيرة بيفتح الارك، ما بيكبر كتير كرمال ما نزيد كتير، مكان السمكة كتير كبير وصفة تعبي الشاشة. هلأ منفوت على الأوفرلاي داتا، هون تايم اوف ذا داي بنحطها، الفولتاج تبع البطارية بنحطها، الدف أكيد لازم نحطها، درجة حرارة المي هي فينا نحطها فينا ما نحطها، والسرعة. السرعة كتير مهمة، بلا ما تطلع على الكيلومتراج أو على الهدا بيعطيك إياها. هلا خلصنا من appearance و crawl speed، صرنا خلصينا. صرنا recording، هذا كنت مسايف شي هلا فرشين كيف. noise reject، شو هو noise reject؟ عنا هم طلع شايفين كذا شغلة. منبلش أول شي بالانترفيرنس. شو هو الانترفيرنس؟ الانترفيرنس هو كرمال الغمق. هلا هون حسب الغمق اللي انت عم توقف عليه، اذا من تحت 50 تحت 30 بنحط له، من 50 ل 90 بحطها ميديوم، من 90 وطلوع بنحطها هاي. انا خليها ميديوم. السموثينج، شو هو السموثينج؟ هادي مثل الغباش اللي بتطلع وقت المو، بس يكون في موج عالي عطول هون فوق بتشوف مثل موج او شي هيك، والشاشة تضل مش واضحة، فهذا بفضل انه تضل اوف. خلصنا الابيرنس، قلنا نويز ريجكت سموف، انا بفضل عطول تضل اوف. هلا شو هو الكولور ليميت؟ كولور ليميت طلع. هلا هون شايفين بطلع ومنزل، بس شو الافادة انه ما بنعرف. هلا كل ما نزلتوه قلنا الكولور، كل ما نزلناه ببين عنا وضوح السمكة، ما عادش ببين عنا وضوح السمكة. كل ما طلعناه على الاخضر ببين واضحة السمكة، وبطل فيه غبشة هيك على الشاشة جنب الارك، على طول جنب الارك بضل فيه هيك غبشة وهيك، فبخليها لفوق على طول اب. السموثينج اشتغلنا عليها، سيرفايس نويز على طول نخليها شو. التي في جي، هو التي في جي اهم شيء بالجهاز لحد هلا، في كتير ناس ما بتستخدمه بس هو كتير مفيد. التي في جي هذا السيتنج بيخلينا مثلا نحن على غمق 200 متر، ما بس منا نشوف الغباش بتعطل تطلع على الشاشة هيك، وهي طالع نازل طالع نازل التردد. فهعلمكم عليه، يمكننا على ماي من 0 ل 15 متر بنحطها اوف، يمكننا على ماي من 15 ل 30 متر بنحطها لو، من 30 متر ل 50 متر بنحطها ميديوم، فوق 50 متر عطول هاي، فأنا أخليها هاي. هم يكون خلصنا من noise rejection. هلأ عنا الألارمز. ألارمز أنا هون ما بستعمل ولا شي منهم، بس عم فضل بها اليوم صور استعمل على الفيش، نو ما عم يبين فيش، فبحطها بس على الفيش الكبير. إذا حطيتها على الصغير والوسط بصور مرد سرديني يضلوا يزمر 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 وبضيع لي وقتي، راح اخليها على الكبير. هلا انتو هون كمان فيكم بس تغمقوا كتير، ما بدكم تغمقوا غمق كتير كبير، بيعمل ديب على الالارم. مثلا كنتوا عماية 330 متر، ما بدكم توصل لهالمتر لهالمي، بيعلمكم الالارم. هلا خلصنا من السكرول سبيد، من نويز، من الابيرنس، من الالارم. هلا على الادفانسد.
شو هو الشيفت؟ الشيفت هو الزوم بيعطينا اياه على الارض. يعني شايفين هون مثلا لنقول هي الارض على 15 متر. هلا نحن شو بنعمل؟ نعمل هيك زوم، لا خلي الارض، خلي مثلا الارض على 30 متر. شو بنعمل؟ نحن بننزل الزوم لهون. شو هو بيعطينا؟ بيعطينا زوم بس على الارض هيك حوالين الارض، شايفين كيف؟ يعني هي الارض بيعطينا زوم فوق 5 امتار، بس بيعطينا كتير كبير الزوم على الارض. هذا بس كمان نعرف نوعية الارض تحت مننا. هلا هذا انا ما بستعمله على المي القليلة، ما بستعمله بس على المي الغمية على الشطرب وهيك، بس بدي اعرف المي اذا صخر بيجي لهون على 360. انه على 360 الارض ما بتعطينا 100% اذا صخر ولا رمل، فبس اعمل زوم دغري بكشف اذا راح صخر ولا رمل. قلنا تحت الايسكوب هون ببين اذا احمر ولا اخضر ولا اصفر، احمر ولا ببين صخر، اصفر رمل، الوحل ببين اخضر. هون البوتوم سكرين ليميت انا حاطه 600 متر، انه عالزوم على طول 60 متر ما تنزل اكتر. ماشي، هلا خلصنا من الادفانس، هلا بنرجع لورا، بنفوت على الاديت اوفرلاي، عنا الداتا نافيجيشن. هون فيك تحط النافيجيشن على هالميل مثل ما شايفين، واي بوينت تحطون على هالميل، فاني بفضل يضلوا مثل ما هني. هلا عنا اخر خطوة هي الترانسميت ريت وهالقصص. بنفوت على السونار سيتيوب مثل ما قلنا، بنفوت على الانستاليشن، عنا هي الترانسميت ريت. هذه بس بتفيدنا اذا كانت العدسة لاقة معنا على الغمق ومضطرين نتصيد. يعني اذا كانت لاقة مثلا درجتين، من عليها درجتين هيك اعطتنا الغمق بكون صارت مزبوطة. اذا ما اعطتنا الغمق نرجع منزلها منطلعها لحد ما تعطينا الغمق المزبوط. هي بس بتفيدكم، قلنا اذا كانت العدسة لاقة او شي. الفلتر وايد هذا عطول ديفولت، الترانسميت باور كمان عطول ديفولت، هاد ما بيتغيروا. يعني عنا هلا الفريكوانسي، فينا نلعب شوي بالفريكوانسي. شايفين هون available frequency من 45 للخمسة وخمسين. شو معناته هذا؟ هلا إذا كنت على الغمق الخمسة الخمسين، قلنا كل ما قلت الأرل الرام هون تصغر مجال العدسة. يعني العدسة هيك عم تكشف على هالمطرحة هيك، قلنا على 200، على 50 تكشف هيك بصير تعطينا أسرع الغمق. فأنا هون في زغرة حطها مثلا 45، كل ما زغرت كل ما بصير تعطيك الغمق أسرع. بس هادي بس استعملها أنا على الديب دروب، فبخليها هون 50. ترانسديوسر فينا نشقلب بالهذا بالترانسديوسر، جبنا ترانسديوسر جديد فينا نشقلب فيه اياه، في كذا نوع. هلا اذا صار عنا ارض مرنا عرض كتير حلو ما نعلمها، كيف منعلمها؟ ونحن نتصيد نيجي على المارك هون دغري هي علمت النقطة، منحط ادت بنسميها مثلا جي 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 جي، بنسمي اسم بنحط دون السيمبول، مثلا نحط سيمبول سمكة، هاي سمكة. الدف مثلا كنا عم نصير على 500 متر على 200 متر على 10 امتار، مهم الغمق اللي انتو عليه بتحطوه. هيك تعلمنا كيف بنعلم ارض ونحن نتصيد. مثلا عندنا هالانفو بتفوت عليها، شو هي هالانفو؟ بس انه بتفرجيك قصص عن الجهاز. مثلا هون بدكم تعرفوا القمر كيف بالليل، بفوتوا على السيليستيال، شايفين القمر مثلا بهالايام نصه اقل من نصه كمان، اي ساعة بتغرب اي ساعة بتطلع الشمس، هو كل موجودين. كمان اذا عنا خربطة بالوقت بالجهاز هون بنغير الوقت change time و change date، انا عندي مزبوطين.
هول ما خلصنا فيهم كمان هول. هيك بنكون خلصنا كل شي عن السونار. سبليت زوم. هلأ هون حتيجيكم هيدي الأوتو. شو هي الأوتو؟ مثلا مثل قلنا رينج فينا نقللها ونطلعها مثل ما بدنا. مثلا هون رينج على 25 متر قلنا نتصيد، هي بتعلمنا بس على 25 متر الأرض. أنا عطول خليها أوتو شو بدي فيها. هيك بنكون خلصنا كل شي عن الجهاز، كل شي سيتنج، وعرفناكم على جهاز قبل. هذا هون بنلاقي الأراضي، شفتوا وين على الواي بوينت، هون بدور على الأرض اللي بديها. فوت هيك بدي روح عليها ريفيو موف نافيجيشن نافيجيت تو جو تو، ونروح عليها مثل ما هي. هيك نكون خلصنا كل شيء. شكرا لكم على المشاهدة، ونتمنى منكم الدعم وآرائكم بالكومنتات. شكرا.